بقول له شكرا طبعا على اللي هو عمله في البلد، وبنشكره طبعا على المشاريع اللي حصلت في البلد كتير جدا، الطرق والكباري وكله دوت، كله دوت احنا بنشكر عليه. احنا طبعا مع الرئيس في اي حاجة هو عاوزها مننا احنا معاه، وضد الفوضى، ضد الفوضى، واحنا بنحب مصر وبلدنا، واحنا كفاية ان احنا حاسين بأمان في البلد.